نعم. ذكرت أنه ما أحدثت بدعة إلا وترك من السنة مثلها قول السلف. نعم. فما هي السنة المتروكة بسبب ابتداع بدعة المولد؟ نعم. السنة المتروكة هي تركها. ترك هذه البدعة. لأن السنة تكون بالترك وتكون بالفعل. فترك الرسول عليه الصلاة والسلام الشيء مع وجود سببه يكون سنة. أفهمت؟ إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا مع وجود سبب الفعل فلم يفعله فتركه سنة. فهنا نقول أنتم لا أحدثتم بدعة وتركتم سنة، والسنة هنا ترك هذه البدعة.